ما نسكتوش على العنف. معكم أماما، كنت تعرضت لهذه التحرش في فضاء عمومي اللي هو قهوة. المهم بقى واحد الشجار، ومهم واحد التحرش زعما كانوا فيه بزاف ديال الإيحاءات الجنسية، سبان معيور. بحكم أنني كنعرف أن راه عندنا قانون اللي هو 113 اللي دخل الحيز التنفيذ، مشيت حطيت شكاية في الضابطة القضائية. من بعد حطيت شكايه في الضابطه القضائيه، قلت لهم فوالا راه عندنا قانون اللي هو 113، دونك خاصكم تحطوا لي الشكايه بناء على ذاك القانون. الغد ليه عاودوا اتصلوا بيا وواجهوني مع دوك الشبان. للاسف ما كان حتى شي زعما، ما كان لا اعتذار لا اعتراف لا حتى شي حاجه. انا بقيت كملت في الشكايه ديالي، حطيت بوست في انستغرام اللي هو ما كان شجع الفتيات انهم رافو على عندنا ولا عندنا قانون، تعرضت للمضايقه في الزنقه سيري حطيت شكايه واللي هو من حقك. من بعد كنت تعرض لواحد الحمله كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، رجعوا لي التصاوري، رجعوا لي البوست ديالي، هدوني بانني هدوني وسبوني وعيروني. كانوا كيدخلوا عندي، كيدخلوا عند راجلي، كيدخلوا عند اختي، كيدخلوا عند دارنا كامله، دونك كيهدوهم، هزوا التصاوري، كيديروا بهم دوك لي ترول وهداك الشيء هذا صافي. من بعد المهم انا كان المراد ديالهم انهم اي بنت غادي تحط شكايه غادي يوقع لها بحال هكا، دونك بحال هكا كانوا بغاو يضغطوا على النساء باش صافي الا تعرضت للتحرش راه ماشي جريمه، هذاك راه شي حاجه مباحه عندنا في زعما في المجتمع ديالنا، راه من حقهم. هذه الحمله ما تعرضتش لها في المغرب، تعرضت في المغرب، لبنان، مصر بزاف، تونس، ولكن عرفت انني نجيغيها. ما دخلتش في واحد لا ديبرسيون اللي هما كانوا بغاو يوصلوني ليها، ما دخلتش ليها بزاف حيتاش كانوا دايرين بيا بزاف ديال الناس وزوينين.